بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة عندما ترقى الكلمة إلى مستويات أزلية وأبدية يعجز اللسان عن التعبير، ويعجز اللسان ويعجز حال الإنسان على إعطاء حق المناسبة حقها. كنت دائما عندما أتقدم في أي مناسبة أفضل أن أستعمل العبارة والكلمة الفصيحة، ولكن اليوم أفضل أن أكون فردا من أفراد هذا المجتمع العظيم وأتنازل عن هاته العنجهية وعن هاته الكفاءة اللغوية والأدبية، وأكون أو أن أتوجه إليكم بعامية وبلغة يفهمها الجميع. يعني في الحقيقة الجزائري تهضر بالعامية يفهمك، تهضر له بالفصحى يفهمك، تهضر له بالدارجة يفهمك، تهضر له بالإشارة يفهمك في مناسبات عظيمة كهذه. اليوم خذيت عبر صراحة، قد ما راني في المسؤولية هذه وقد ما راني في مساري المهني، ولكن التأثر كان عميقا جدا. تأثرت مقبل في الملتقى اللي ندار على مستوى بلدية قيس وهم مشكورين، مع المجاهد والضابط سي عمار بوجلال، أحد الناس اللي داروا رواد اللي داروا يعني تاريخ لهذه الثورة. أثناء الافتتاح التظاهرة حول نزع الألغام وتصفية الحدود الجزائرية من هذه الألغام، داروا النشيد الوطني، ولكن التكنولوجيا والآلة في بعض الأحيان راهي آلة ما نلوموهاش، خدعتنا. المقتل ما في المقتل الأول تاع النشيد الوطني، حبس الشعب اللي كان في القاعة كما راه، ردد النشيد الوطني بدون آلة وبدون موسيقى وبدون هذا. واش معناه؟ معناه أن الثورة خلت آثارها في المجتمع، ربات المجتمع الجزائري، خلات الجزائري إنسان وطني غيور على وطنه بعفوية تامة. القاعة كما راهي رددت النشيد الوطني، شيء غريب، شيء عجيب، يجب أن نعتبر منه العبر. معناه هذا دليل صارخ ودليل ملموس على أن الجزائر بخير، بخير بأبنائها، بخير بوطنيها، بخير بمجاهديها اللي نشوف فيهم الحمد لله. أنا ما نقولش راهم كبار ولا شوية، ولكن ظهور الجزائر هذا هو الريحان الحقيقي للجزائر اللي يحب يدي العبرة ويخدم الوطن. من هذا يروح صحاب بكري يقولوا قال لك اللي يحب العبرة يروح يسامي حيط قديم، هام الحيوط القدم.
مع كل احتراماتي لاباء المجاهدين، انتهما الصح، انتهما العبره، انتهما القدوه، انتهما يا سيدي. حتى لما نصحتنيش انا نقعد حداك ونسلم عليك ونسلم لك على راسك يكفيني. كفاني فخرا انني ان الله سبحانه وتعالى كتب لي عمر اني نعاشر هاد الناس هذوما. ما نقولش الناس هذوما بنكره، ولكن الناس هذوما بتعريف وبإجلال وبإكرام. إذا اللحظة اللي عشتها مقبل في قيس لحظة مؤثرة جدا جدا جدا. سيدي وش اسمه هذا الديسك جوكي وش سي با وش اسمه النشيد الوطني، بدا غير الموسيقى حبس، القاعة ناضت، كملت النشيد الوطني. غريب، هذا واش معناه يا جماعه؟ او هذا مش حاجه عفويه؟ هذه هي مآثر الثورة الجزائرية، هذه هي نتيجة التربية ونتيجة المبادئ ونتيجة الدروس اللي خلاوهم لنا الشهداء رحم الله رحمة الله عليهم، وخلاوهن آباء المجاهدين اللي هم مازالوا مشاهدين وراهم يتبعوا فيكم وغدوا يحاسبكم. واليوم شفناها، وهذه حقيقة، هذه ماهيش خاصة بقيس، خاصة بالشعب الجزائري وبوطننا الحبيب ككل. غدوة أنا نتوقع أن هذه الحادثة تكون وقعت في أي مكان في الجزائر، رد الفعل يكون نفسه، والحمد لله. اللهم لك الحمد يا ربي على هذه النعمة. هذه نعمة يجب أن نشكر الله عليها يا جماعة، ماهيش حاجة بسيطة، صدقوني قسما عظما طاحت لي الدمعة مقبل. العبرة الثانية، العبرة الثانية، أم هنا إخواننا الصحفيين، مانيش أنا يعني قلت لكم اليوم نفضل نستعمل الأسلوب العامي أو العادي يسموه كما حبيتوا. الصحفيين انتوانا ولا الأسرة الإعلامية انتوانا ككل، الجزائريين الوطنيين الغيورين اللي ما باعوش البلاده، نزيد ندير بينها قوسين ونسطرها بسطرين واللي فهمها يفهمها كيما بغى. الصحفيين الجزائريين الغيورين من بكري، اسمحوا لي اباء المجاهدين، ربما ساعات ساعات تجي تضرب رصاصه تقول لك بف، بصح الصحفي كي يضرب الرصاصه تاعو تقول بم في كل المجالات، لأنه الكلمة وقعها أشد وأدق وأمر من الرصاصة. ثم صح كنتوا تيريو بصح ما عندهم الكلمة. عيسى مسعودي الحمد لله، ما نقولش أنا من جيل الاستقلال، ولكن عاشرت نوعا ما الاستعمار. يحكيوا لي النهار اللي يكون فيه كلمة في الإذاعة لعيسى مسعودي، الناس يهزوا لي بوست، بكري كانوا يسموهم تيساف، تيساف، يهزوا يخبوا كل بلاصة لبلاصة، الناس تجتمع باش يسمعوا الكلمة عيسى مسعودي. وكان لخطابي وكلمة عيسى مسعودي الأثر البليغ، أكثر من الرصاص وأكثر من الحديد وأكثر من النار. ماذا بين الصحفيين تاعونا يتبعوا هذا المجال؟ برك خويا حافظ لي على الجزائر، برك ما نطلب من عندك والو، استحفظ لي على الجزائر وعلى مصالح الجزائر وعلى مكاسب الجزائر وعلى ما ضحى من اجله شهداء الجزائر. يا جماعه راهي كبيره هذه، واحد يضحي بعمره بروحه شهيد من اجل استقلال. انتم درك هنا شكون اللي كان واحد منكم يحلم يقعد في القاعه هذه ولا في هذا المكان ولا في هذا؟ كل ما هو شهداء الجزائر ومجاهدي الجزائر، الحمد لله اللي ربي نعم عليهم انهم على الاقل يذوقوا ثمار جهادهم. اذا في هذا اليوم الذي اقره فخامه رئيس الجمهوريه، يوم 22 أكتوبر من كل سنة
كيوم وطني للصحافة. هذا القرار ما جاش عفويا وما جاش اعتباطيا وما جاش ارتجاليا، بل جاء نتيجة نتائج، نتيجة حقائق، نتيجة تاريخ مسجل في دواليب وفي دفاتر الزمن بأحرف من ذهب وبأحرف من نار وأكثر من ذلك وأطهر وأقدس بأحرف من دماء الشهداء. إذن غدوة أي واحد منكم، أي واحد نتحدى أي واحد منكم هنا يجيب لي أي شيء، قطعة قماش، قمجة، حاشاكم تريكو، نيمبورت، قال فيه دم الشهيد والدي أو أخي أو ابني أو زوجي أو 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 أو، تقول له هذا ندير له كادر نعلقه إلى الأبد وأورثه، نديره في الوصية تاع الوراثة، هذا يورث أب عن جد، لأنه ما حاجة حاجة قد ما نتصور، ما نعطيكمش الحقيقة نتاعو ولا القيمة نتاعو المعنوية ولا المادية ولا سميوه كيما حبيتو. إذن هذه الصحافة تحت إشراف المجاهد علي مسعودي والمجاهدين الآخرين واحد بالكلمة واللي كان، يجب أن نعطيها قدرها، ويجب على فرسان الصحافة الذين تقلدوا هذه المهام أن يدركوا أن القضية الوطنية ليست مهمة الشهداء والمجاهدين بالأمس فقط، بل هي مهمة الأجيال التي جاءت بعد الاستقلال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انتهينا من الجهاد الأصغر وانتقلنا، للشيخ ربما يصلح لي الحديث، وانتقلنا إلى الجهاد الأكبر. هذا هو الجهاد الأكبر، ثم وديتوا المهمة نتاعكم جهاد أصغر، بصح الجهاد الأكبر باش هذا الوطن وهذا الشعب وهذا المكاسب وهذا الأمة، لأنه ما بقاش شعب جزائري، بقت أمة جزائرية، للمحافظة عليها يجب أن ننصهر في هذه البوتقة، بوتقة الجزائر وبوتقة الشعب الجزائري وبوتقة الأمة الجزائرية العربية الإسلامية الأمازيغية كما أقره الدستور. والسلام عليكم.